فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلة في تحريم ما يسمى بالجمعيات التي يجتمع فيها عدد من الموظفين كل يدفع نصيبا من المال؟ نعم، العلة أنه تقارض، يعني قرض مشروط في قرض ومشروط في نفع، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، مشروط في قرض فهو مثل بيعتين في بيعة، يدخل فيها أشياء كثيرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.